الموجز الثالثة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم. بداية، تتوجه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان صدر أمس، تتوجه بالتحية والتقدير إلى الشعب الجزائري الذي عبر عن رأيه الانتخابي في جو سلمي تميز بالديمقراطية واحترام الإجراءات الصحية وفقا لما أملاه البروتوكول الصحي الوقائي الذي تم إعداده لهذا الاستحقاق، كما توجه التحية نفسها إلى الأحزاب والقوائم المستقلة التي برهنت على وطنيتها والتزامها بميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية الذي وقعته مع السلطة المستقلة وخاضت أول انتخابات في شكلها وتنظيمها وشفافيتها، بحيث كانت هي المؤطرة والمراقبة والساهرة على سيرها حتى النتائج. لقد أوفت السلطة المستقلة بما تعهدت والتزمت وفقا للدستور والقانون العضوي للانتخابات بتوفير كل شروط النجاحات والضمانات التي مكنت الشعب من الانتخاب والاختيار، بما حققت رضا الذين تقدموا للانتخابات عن الأحزاب والقوائم المستقلة. وسبق أن تم لقاء معهم وفتح مجال الحوار الذي أدى إلى الإمضاء على ميثاق أخلاقية الحملة الانتخابية، وكلهم ثقة في السلطة ومسارها في إرساء قواعد الديمقراطية الانتخابية بعد أن أثبتت جدارتها ومصداقيتها في الانتخابات الرئاسية اليوم 12 ديسمبر 2019 والاستفتائي على الدستور. واليوم وبنفس الثقة والعزيمة في تجسيد قوانين الجمهورية المنصوص عليها في القانون العضوي للانتخابات، غير أن التصريحات والبيانات التي تصدر عن بعض الجهات التي ألفت مثل هذه الممارسات التي لا أساس لها من صدق أو مصداقية، تمس بالتزام السلطة المستقلة ونزاهتها التي يشهد لها بالداخل والخارج بالتصريح على أنها غير قادرة على صيانة وحماية أصوات الناخبين. وتدعو السيدة رئيس الجمهورية لتحمل المسؤولية بتعبير يحمل التهديد والوعيد، هذا ما يمس بأخلاق الدولة وصون بناء الجمهورية الجديدة، ودعوة مبطنة لزرع الفوضى والتشكيك. وفي هذا الإطار وأمام كل القوائم نجدد عمل مسؤوليتنا بأننا أهل أمانة وقادرون عليه أمام الله والشهداء والوطن والتاريخ، وبكل شفافية نعرضها أمام الشعب ليتبين الصادق من المفتري. وسيكتب التاريخ للجزائر وانتصاراتها في مراحل بنائها الجديد، وكما جاء في تراثنا الغامر، حتى لا يطمع أي شريف في حيفنا ولا يأس أي ضعيف من عدلنا، والله خير شاهد وهو نعم الوكيل. انتهى بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أكد مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة عبد العزيز مجاهد بأن التشريعيات فرصة لتصحيح المسار الديمقراطي، وبأن المسؤولية اليوم تتطلب التزام هؤلاء النواب أمام كل التحديات التي تواجهها الجزائر، وذلك لدى نزوله ضيفا على فروم الإذاعة الوطنية. لازمنا نعتبر يوم السبت الماضي هو موعد تاريخي، اللي هو التصحيح الديمقراطي للمسار نتاعنا. انتفاضة 2019 ابرزت وافرزت هذه النخبة اللي التزمت باش تقود المسيرة لتصحيح المسار الديمقراطي تاع الجزائر. احنا كنا في عندنا عام ونص نحوسوا على شكون يتقدم يتكلم باسم الشعب، ما كانش اللي يتقدم باسم الشعب، وما عندوش الواحد حق يتكلم باسم الشعب الا اذا كان الصندوق خرجه، تخرج الصندوق اللي يعطيك الحق. شارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب عبر تقنية التحاضر عن بعد في أشغال المؤتمر الوزاري الثالث للاتحاد من أجل المتوسط حول الطاقة، حيث أكد على أهمية التعاون بين ضفتين في مجال الطاقة، كما عرض محتوى الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في مجال الطاقة من خلال القانون الجديد للمحروقات. في الأخير، وافق المؤتمر الوزاري الثالث للاتحاد من أجل المتوسط حول الطاقة على مشروع الإعلان الوزاري الثالث.
هذا وشهدت أسعار النفط اليوم بسوق لندن الدولية تحسنا لم تسجله منذ 25 شهرا، مدفوعة بتوقعات حول تعافي الطلب على الخام وتخفيف قيود جائحة كورونا، حيث ارتفعت أسعار العقود الأجلة لخام القياس العالمي مزيج برانت إلى 73.37 دولارا للبرميل. ويرجع المحللون هذا التحسن إلى توقعات التقرير الشهري للوكالة الدولية للطاقة بارتفاع الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 من الآن وإلى غاية نهاية 2022. تربويا أزيد من 641,000 مترشح على موعد غدا مع امتحانات شهادة التعليم المتوسط، حيث تم ضبط جميع الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالامتحانات في جميع مراحلها ابتداء من توزيع المترشحين على مراكز الإجراء إلى عملية التصحيح والإعلان عن النتائج. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذا الموجز، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.